بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد المجيد ابو طالب. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن بروبلم كاونت داون من سبونج. البروبلم بتحكي انه انسستر عندها خدمه في الداتابيس انها بتعطي شجره عائله او تاريخ شجره عائله للزبائن. لما الزبائن يدخلوا على السيستم عندهم اكثر من خدمه يقدروا يعملوها، اللي هي يبحث، سيرجنج، برينتنج، كويري. في سؤال صار يتكرر كثير على الداتابيس، اللي هو مين هو المنبر اللي في العائلة اللي عنده أكبر عدد من الجراندن تشيلدرن، يعني إنه هو جد أكبر عدد من الأطفال. فآن بدها إنه الداتابيس أو السوفتوير تبعها يكون في إجابة لأي سؤال من هذا النوع، يعني السؤال جريت جراندن تشيلدرن، يعني مين هو الشخص اللي عنده أو هو أب لأطفال على بعد 3 من عنده، يعني هو جد أو أب لأب لأب لطفل أو great great grand children. والأسئلة كلها من هالنوع بدها أنه تكون تجاوبة، فراح تعطيك شجرة العائلة وتقول لك هي على بعد كم مهتمة كعدد أو بعد الأطفال عن الشخص اللي بدأت تبحث عنه. مثلا 1 أنه أطفال بشكل مباشر، من هو الشخص اللي عنده أكبر عدد من الأطفال، 2 هو جد لأكبر عدد من الأطفال، وهكذا. فراح تعطيك شجرة العائلة وبدك تجاوب على الأسئلة من هاي النوع على حسب القيمة اللي راح تعطيك إياها للمسافة بين الشخص والأطفال اللي هي بتبحث عن عددهم. مثلا 1 أنه أطفال بشكل مباشر، 2 أنه هو جد لأطفال، وهكذا. الانبوت multiple test cases، أول رقم أو أول سطر في رقم هو عدد التست كيسز. كل تست كيس في بدايتها رقمين موجودين في سطر، اللي هو أول سطر في كل تست كيس، اللي هما إن عدد الأسطر راح تيجي بعد، ودي اللي هي المسافة اللي هي مهتمة فيها من شخص للأطفال. بعديها في عنا N lines، كل لاين في أول إشي اسم، بعدين M، بعديها في عدد من الأسماء عددهم M، name 1 name 2 لحد name M. معنى السطر إنه name راح يجيك في البداية هو أب لكل واحد من هذول، يعني مثلا A بتعطيك 2 B C معناته A أب ل B وأب ل C. D لو كانت 1 معناه أنه هم مهتمة بالأشخاص اللي هم أو الأشخاص اللي إلهم أكبر عدد من الأطفال على بعد جيل 1، 2 أنه على بعد جيلين اللي هو الجد، وهكذا. كل تيست كيس راح يكون فيها لحد 1000 شخص وموجودين في شكل تري، وكل اسم طوله لحد 10 أحرف. الأوتبوت لكل تيست كيس بدك تطبع 3 أسماء اللي إلهم أكبر قيم من الديسنتنت للنمبر أوف الأطفال اللي موجودين على بعد الجيل معين. مثلا لو قالت 1 كانت الدي 1، فبدك تطبع الأشخاص أو 3 أسماء للأشخاص اللي إلهم أكبر عدد من الأطفال بشكل مباشر. مثلا لو كان عندك A له 3 أطفال، B له طفلين، وC له طفل، فتطبع A B C. ولو كان عندك أعلى قيمة مثلا أو ثاني أعلى قيمة من الجواب اللي بدك تطبعه في أكثر من شخص مشتركين فيها، لازم تطبع كل هذول الأشخاص بترتيب الهجائي، أسمائهم بترتيب الهجائي بعدين الرقم. لو كان مثلا انت طبعت اكبر من 5 اشخاص ولسه انت ما طبعت لقيمة واحدة، فما بتطبع اشي ثاني. يعني لو كان عندك انه عندك 5 اشخاص كلهم مثلا لهم قيمة 4 كجواب، او عدد الاطفال اللي عندهم 4 فهم 5 اشخاص، فانت لازم تطبع 5، ما راح تطبع اول 3 فيهم، راح تطبع 5 كلهم، بس ما بتروح تطبع اللي لهم مثلا 3 اطفال، لانه انت خلاص طبعت اكثر من 3 اسماء. او مثلا كان عندك شخصين لهم عدد الاطفال لهم 3، وعندك شخص عدد الاطفال له 2، وشخص عدد الاطفال له 1، انت بتطبع الشخصين اللي عدد الاطفال لهم 3 والشخص اللي عدد الاطفال له 2، ما بتطبع الاخير لانه انت خلص طبعت 3 اسماء. فالاولويه انك تطبع 3 اسماء. اذا كان في لاي شغله بدك تطبعها ولسه في أسماء ثاني ناس ثانيين وإلهم نفس القيمة كجواب، فلازم تطبعهم كلهم. مثلا عندك A
عدد الأطفال لإله 5، وبي عدد الأطفال لإله 4، وعندك سي عدد الأطفال لإله 3، ودي عدد الأطفال لإله 3. فلازم تطبع A B C D، لأنه D هو نفس عدد الأطفال اللي مع C وأنت طبعت C، فلازم تطبع D بترتيب هجائي. لو كان عندك مثلاً A له عدد الأطفال 5، B عدد الأطفال 5، C عدد الأطفال 5، وD عدد الأطفال 5، فأنت بتطبع A B C D، ما بتطبع إشي ثاني حتى لو كان في أشخاص ثانيين. أو مثلاً كان عندك A عدد الأطفال له 5، B عدد الأطفال له 4، C عدد الأطفال 3، ودي عدد الأطفال له 2، فأنت بتطبع بس A B C، لأنه لازم تطبع ثلاث أسماء، ما بتطبع D لأنه قيمته مختلفة عنهم الثلاث. لو كان D قيمته 3 فأنت لازم كمان تطبع D لأنه هو نفس قيمة C. لو كان مثلا في عندك أربع أشخاص لهم قيمة 5، فأنت راح تطبع الأربع أشخاص لهم قيمة 5، ما راح تطبع لا B ولا C ولا D لأنه قيمهم أقل. فأنت الأولوية أنك تطبع ثلاث أسماء. لو عند أي قيمة طبعت واحد منهم وفي عندك أكثر من شخص بنفس القيمة هاي، فأنت لازم تطبعهم كلهم، اللي هي زي هون السي، فطبعت السي وفي لسه أشخاص لهم قيمة 3، فلازم تطبعهم كلهم. طبعا إذا كان عدد الأطفال لأي شخص 0 فأنت لا مستحيل تطبع، أو مش لازم أنك تطبعه. ولو في عندك عدد من الأطفال اللي بتنطبق عليهم الكرايتيريا تبعت الأوتبوت أقل من 3، فأنت لازم تطبع أقل من 3. يعني لو كان عندك شخص له عدد الأطفال 5 وشخص عدد الأطفال له 4 وعندك شخص له 0، فأنت بتطبع بس A B، ما بتطبع الثلاث أشخاص. الصفر إذا كان لشخص عدد الأطفال له 0 مستحيل إنك تطبعهم، أو غلط إنك تطبع عدد الأطفال اللي له. لو أخذنا التست كيس الأولى، الرسمة تبعتها بالشكل التالي. الدي 2 يعني بده الأشخاص اللي إلهم أكبر عدد من الأطفال على بعد جيلين. يعني مثلاً أندريا إله الأطفال اللي على بعد جيلين من عنده، اللي هم فريد وجينجر وإنجريد وجيف وهال. سيندي إله مثلاً شخصين على بعد جيلين من عنده. بالنسبة لهاي التست كيس، الأشخاص اللي إلهم أكبر عدد ممكن من الأطفال على بعد جيلين، أول واحد فيهم أندريا، عدد الأطفال اللي على بعد جيلين من عنده 5، اللي هم هيهم مرقمين من 1 لـ 5 باللون الأخضر. الثاني راح يكون هو دون، عدد الأشخاص اللي على بعد 2 من عنده هم 3، الأطفال اللي تحته على بعد 2 هم 3. الثالث هو سيندي، وعدد الأشخاص اللي على بعد 3 من عنده أو على بعد 2 من عنده هم 2. هيك صرنا طابعين ثلاث أشخاص، أو لقينا ثلاث أشخاص، فما بدنا نطبع إشي ثاني. لو أجينا مثلاً على بارني، فهو على بعد 2 من عنده في شخص واحد فقط. أي شخص ثاني مثلاً جيف على بعد 2 ما في أي شخص لعنده. فالأوتبوت لهاي الكيس هي أندريا، ورقي عدد الأطفال اللي على بعد 2 من عنده 5، بعدي دون وعدد الأطفال اللي على بعد 2 من عنده 3، بعدين هالسندي وعدد الأطفال اللي على بعد 2 من عنده 2. عشان نحل هاي البروبلم بدي أخزن لكل نود في البداية، أو لكل شخص، مين هو الأب المباشر تبعه أو البيرنت لإله. بعدين عند كل نود بصير أطلع، بعد ما أبني التري كاملة أطلع بمقدار دي من عنده. يعني لو بلشت من عند نولان وبدي أوصل على بعد 2، فأنا بطلع لإنجريد بعدين بطلع لدون، طلعت مرتين، فأنا صرت أعرف إنه نولان هو ابن لدون وعبعد دي، فبزيد عدد الأطفال اللي عبعد دي بالنسبة لدون بمقدار 1، لأنه أنا طلعت من نولان وصلت لعنده لما مشيت 2. من أوليفا مثلا لما أطلع 2 راح أوصل دون. لو أجيت مثلا على دون وطلعت بمقدار 2، أنا راح أوصل أندريا، أندريا راح تروح ما في له أي بيرنت، راح يوصل سالب، فمعناته دون ما رح يكون ابن على بعد 2 لأي شخص. لما أخلص بالنسبة لكل النودز أنه أطلع بمقدار دي وأزيد واحد للي وصلت لعنده، أنه أنا صرت أنا ابن لإله على بعد دي، هيك صار عندي بالنسبة لكل نود أنا مخزن عدد الأبناء اللي على بعد دي لإلها، بضيفهم على الليست وبرتبهم. عشان أطبع الأوتبوت راح أمشي بالليست مدام أنا لسه ما طبعت ثلاث أسماء. طبعا الأشخاص اللي عدد الأبناء لإلهم على بعد دي
صفر ما راح اضيفهم على الليست، راح اظلني امشي في الليست لحد السايز تبعهن لحد ما تفضى، راح اظلني اطبع بالاسماء لحد ما الاقي عدد قيم مختلفة بمقدار 3. اذا مثلا لقيت 5 اشخاص لهم قيمة 5 فانا راح اظلني اطبع الخمسة هذول. اذا لقيت اختلاف او انا لما مثلا كان عندي 5 القيمة اللي لقيتها مختلفة بعدهم 4 بس انا صرت طابع اكبر من 3 اسماء كمان موقف. يعني لو انا طبعت اكثر من 3 اسماء ولسه القيمة متشابهة بظلني اطبع، اذا صارت انه القيمة مختلفة وانا طبعت اكثر من 3 اسماء بوقف، او انا طبعت اصلا 3 قيم مختلفة كمان بوقف، اللي هي عشان هندل الكيس انه لو عندي انا 3 اسماء مختلفة وكل واحد له قيمة مختلفة زي بالكيس الحالية انه انا صرت طابع 3 قيم مختلفة. والشغلة الثانية عشان هندل الكيس انه لو في عندي قيمة معينة وفي اكثر من شخص بنفس هاي القيمة، مثلا 5 وعندي 3 اشخاص لهم قيمة 5 فراح اطبع 3 اشخاص، او مثلا لو كانوا 4 راح اطبع 4 اشخاص. اذا لقيت انا لما اجي عند القيمة اللي بعدها انه في 5 اطفال الجواب تبعهم 5 اطفال بس انا صرت طابع اصلا اكثر من 3 اسماء فبوقف، لانه انا خلص طبعت اكثر من 3 اسماء غلط انه اطبع اسم ثاني. بس لو انا طبعت اصلا شخصين ولقيت مثلا شخص له قيمة 1 وكمان شخص له قيمة 1 فبطبع الشخصين، لما اجي انه الشخص اللي بعده قيمة مختلفة ما بطبع لانه صرت طابع اكثر من 3 اشخاص. نبدأ بالكود. اول اشي بدي اكتب كلاس عشان اعبي فيه القيم لما بحتاج اني ارتبها، راح يعمل implements لcomparable سميه بير، البير راح يكون فيه string name لانه انا بحتاج نرتب على الاسماء، وانتجر فال اللي هي عدد الاطفال راح يكون لهذا الاسم، الاسم لان انا بحتاج اذا كانت تساوي على نفس القيمة ارتب على الالفابيتيكال اوردر ترتيب الهجائي. اكتب الكونستراكتور. نعمل implement لميثود compare to، اول اشي اذا كان الفال ما بتساوي بيدوت فال فانا راح ارتب ترتيب تصاعدي، فراح ارجع بيدوت فال ماينس فال هيك. اذا كانت الرقم بيدوت فال اكبر من فال راح يرجع رقم موجب، معناته انه الاوبجكت بي هو اكبر من الاوبجكت اللي استدعى الميثود هاي فلازم يكون قبله. لو كانت البي دوت فال اقل من فال معناته راح يرجع رقم سالب، انه الاوبجكت اللي استدعى ميثود كومبير تو هو اكبر من الاوبجكت فال بي فلازم يكون موجود قبله. اذا الارقام كانت متساويه او الفال بتساوي بي دوت فال فراح ارجع name.compare to b.name عشان رتبهم ترتيب تنازلي على الأسماء أو ترتيب أبجدي. بدي أعرف public. أول إشي 3 متغيرات integer اللي هم N و M و D. N اللي هي عدد الأشخاص اللي ظهروا معي في التري، M اللي هي عدد الأسطر راح تجيني في الانبوت، ودي هي المسافة اللي أنا مهتم فيها وعدد الأجيال اللي أنا مهتم أبحث في عدد الأطفال لإله. وراح أعرف ماب of string و integer عشان أسهل على حالي التعامل مع التري، راح أحول السترينجات أربط أعملها مابينج مع integer فبحتاج ماب، وبحتاج string array راح أخزن فيها النيم، إنه راح اخزن النيم شو قيمته كان صارت كانتجر، وبدي القيمه الانتجر هاي مين النيم تبعها، فراح اعرف ماب اوف سترينج وانتجر احط فيها الكي لسترينج والانتجر الفاليو تبعته، والسترينج اري راح يكون فيها بالنسبه للفال مين هو النيم تبعها، وراح اعرف الانتجر اري البي اللي هي راح اخزن فيها البيرنت لكل نود.
بدي اكتب فانكشن اعطيه السترينج ورجع لي الانتجر المقابل لها، او راح اعطيه الاسم ويرجع لي مين هي او مين هو الشخص المقابل له كانتجر. فاول اشي اذا كانت الماب ما بتحتوي على اس بدي اضيف الاس والاندكس تبعه ان، وبالنسبه للان النيم تبعها راح يكون اس، يعني للاندكس ان النيم تبعه راح يكون اس، وراح اعمل ان بلس بلس. الان راح ابلشها في البدايه بصفر، فانا اول شخص اقراه راح يكون مش موجود في الماب اضيفه والاندكس تبعه صفر، بالاندكس صفر راح اضيف الاسم تبعه وبزيد الان، هيك بالنهايه الان راح يكون فيها عدد الاشخاص. بعد الاف الكونديشن هاي انا صرت متاكد انه الاسم موجود في الماب، فراح ارجع ماب دوت جيت اس. هيك انا بعطيه الاسم راح يرجع لي قيمه الاندكس تبعه او قيمه الانتجر المقابله لإله الموجوده في الماب. اول اشي بدي اقرا عدد التست كيسز، والف بلوب على التست كيسز. في البدايه بدي اقرا السطر اللي فيه ام ودي اللي هم عدد الاسطر، ودي المسافه المهتم فيها. بدي اعبي ان بدي اعطي قيمه صفر للان، ان ده تبلش من صفر. اعرف الماب او اعملها ايميشناليز هاش ماب، وبدي اعمل ايميشناليز للاري نيم والسايز تبعها 1000 لانه اكبر عدد من الاشخاص راح يكون 1000، وبدي اعرف ب واعملها ايميشناليز بقيمه 1000 وعبيها بسالب 1، لانه في البدايه كل شخص الاب تبعه مش معروف فهو سالب 1، لانه اي شخص ما له اب راح يكون الاب تبعه سالب 1 بالاري. راح الف عدد الاسطر ام، كل مره في البدايه راح اقرا السطر عبيه بسترينج توكنايزر. اول اشي A راح تكون get لتك دوت نيكست توكن، انه اخذت انا الاسم اللي بالاول لانه السطر راح يجيني هو نيم بعدين رقم اكس بعدين عندي نيم اي نيم اي لحد نيم اكس اللي راح يكون قيمته اكس، هذا راح يكون رقمين من 1 لـ 2 وهكذا لحد اكس. فانا راح اقرا النيم اللي بالاول واخزن الاندكس تبعه كانتجر في اي، بعديها بدي اقرا اكس والف بلوب على اكس. كل مرة بدي اقرا انتجر بي راح يكون هو قيمته الجيت لتي كي دوت نيكست توكن، انه اخذت انا مثلا القسم الاسم الاول وعملت له جيت فجبت قيمة الانتجر تبعته. ما انه انا قرات اي بي معناته البيرنت لبي راح يكون هو اي، يعني البيرنت لنيم 1 راح يكون هو نيم، لنيم 2 هو نيم، نيم اكس هو نيم، انا قرات هذا A وهذا B، فانه البيرنت لبي هو A، كل مرة البي راح يصير الاسم اللي بعده، الاسم اللي بعده وهكذا لحد الاسم X. بعد اللوب هذا انا راح اصير بنيت التري كاملة وعبيت لكل نود مين هو البيرنت المباشر تبعه. بدي اعرف الري اسمها F والسايز تبعها N بعدد الاشخاص، راح اخزن فيها بالنسبه لكل شخص كم عدد الاطفال اللي لإله اللي على بعد دي. فبلف على كل النودز او على كل الاشخاص من واحد من صفر لان، كل مره بعرف في البدايه كرنت بساوي اي، وبدي الف بلوب بمقدار دي
كل مرة راح أقول له current بيساوي b of current. إذا لما رجعت لقيت إنه current صار بيساوي سالب واحد، ما في داعي إني أكمل لأنه خلاص صار الإندكس سالب. فلو عملت b of current وcurrent كانت سالب راح يعطيني run time error. لما أخلص اللوب هذا أو ألف بمقدار d، إذا كانت الكرنت ما بتساوي سالب واحد معناته أنا وصلت لشخص. مثلا لما أنا من هون طلعت من نولان وصلت دون، معناته دون نولان هو ابن على بعد اثنين بالنسبة لدون، أو على بعد دي بالنسبة لدون. فبالنسبة لدون أو اللي هو صار الاندكس 7 كرنت، بدي أزيد له قيمة الاف، إنه أنا لقيت له طفل جديد على بعد دي من عنده. نود اي اللي ظليت اطلع فيها بمقدار دي وصلت لكرنت، معناته كرنت هو الاب لدي واي هو الابن لكرنت على بعد دي. لما اخلص اللوب هيك صار كل واحد فيهم معروف قيمة او عدد الابناء له على بعد دي. بدي اعرف list of pair سميها ال، وبدي ألف على كل الأشخاص من صفر ل n minus one. إذا كان ال f of i ما بتساوي صفر أو أكبر من صفر، معناته هذا إلو عدد الأطفال اللي إلو أكبر من صفر، فلازم إنه أضيفه على الليست. لأنه كان صفر ما في داعي نضيفه، لأنه مستحيل إني أطبعه أو غلط إني أصلاً أطبعه بأي حال من الأحوال. فراح اقول له ال دوت اد نيو بير اف اوف اي والنيم اوف اي، لانه قلنا النيم راح يكون مخزن فيها بالنسبه للاندكس اي مين هو الشخص او الاسم للشخص اللي الاندكس له اي. لما اخلص راح اعمل سورت فكولكشنز دوت سورت لال. بعديها بدي اعرف كاونتر تساوي صفر لاعرف كم عدد القيم المختلفه اللي انا طبعتها بالنسبه كفاليو للجواب. بدي اطبع على السترينج بيلدر في البدايه فورمات لا تري بيرسنت دي بعدها نيو لاين، والنقطه الرئيسيات نيو لاين، لانه الفورمات اللي بده اياه تطبع تري الاندكس لا التست كيس بعديها كل او عدد الاسماء اللي انت طبعتهم، تطبع الاسم وقيمه او عدد الابناء اللي له اللي على بعد دي. فالفاليو للبيرسنت دي هاي هي سي اللي هي الاندكس للتست كيس الحاليه. بدي الف على الاري ليست من البدايه لحجم الاري ليست، لانه غلط اني اتجاوز حجمها لانه اكبر عدد من الاشخاص على اي حال راح اجمعه او راح اطبعه هو حجم الاري ليست كامله. اذا كانت اي اكبر من صفر وكانت ال دوت جيت الاي دوت فال ما بتساوي ال دوت جيت الاي ماينس 1 دوت فال، معناته انا هيك صار في عندي قيمه جديده قيمه مختلفه. مثلا اللي كان قبلي قيمته 5 وانا قيمتي 4 كعدد اطفال، فانه هون صار عندي انا قيمه جديده. هاي بحتاجها عشان اعرف عدد القيم المختلفه اللي انا طبعتهم، لانه انا ما بدي اطبع عدد اكبر من 3، فبدي اعرف انه انا طبعت 3 ولا لا. اذا كانت كاونتر اكبر او تساوي 3 معناته انا خلص ممنوع انه اطبع شيء ثاني، انه طبعت 3 اسماء. او انه كانت الاي اكبر او تساوي 3 وال دوت دوت جيت الاي دوت فال ما بتساوي ال دوت جيت الاي ماينس 1 دوت فال، هون راح اعمل بريك. لانه اول شيء اذا كانت الكاونتر اكبر او تساوي 3 معناته خلص انا خلصت. إذا كانت i أكبر أو تساوي 3 و l dot get i dot val ما بتساوي اللي قبلها، ال i أكبر تساوي 3 يعني أنا طبعت 5 أشخاص أو عدد من الأشخاص إلهم نفس القيمة كانوا موجودين قبل، أو طبعت شخص إله قيمة بعدين 3 أشخاص مثلا إلهم قيمة معينة. لما أجيت للشخص الرابع لقيته قيمته مختلفة، فأنا خلص ما رح أطبعه لأنه أنا طبعت أصلا 5 أشخاص فطبعت انا عدد اكبر من 3. فلما اجت القيمة المختلفة اللي بعدها ما راح اطبعها، فهي الاولوية انه اطبع 3 اسماء. اذا عند اي قيمة صار في عندي اكبر من اكثر من واحد بنفس القيمة فلازم اطبعهم.
إذا صرت أنا أصلاً طابع أكثر من ثلاث ولقيت قيمة مختلفة جديدة فما راح أطبعها أو ممنوع إني أطبعها. بعد الإف هاي راح أطبع فورمات بيرسنت اس بيرسنت دي. نيو لاين اللي هي ال دوت جيت الاي دوت نيم و ال دوت جيت الاي دوت فال، لانه لو مرق عن هاي اللي هي راح تعد عدد القيم المختلفة، ومرق عن هاي اللي هي راح تعطينه بريك او لا، يعني انت هل صرت طابع اكبر من ثلاث قيم ولا لا، او انت طبعت اصلا اقل من ثلاث قيم بس صار عندك انك طابع اكثر من ثلاث اسماء في الاوتبوت فراح تعمل بريك. عدا ذلك راح انت تكون طابع اقل من ثلاث اسماء او اقل من ثلاث قيم مختلفة فلازم تطبع الاسم الحالي. بعد اللوب تبع التست كيسز راح اطبع السترينج بيلدر كاملة بس بدون النيو لاين. جرب على السامبل انبوت. الاوتبوت للتري الاولى اندريا 5 دون 3 وسندي 2 صح. التري الثانيه فيليب 5 وعندي بعديها خمس اسماء كلهم لهم القيمه 1، فانطبعت خمس اشخاص لهم القيمه 1. لو كان في عندي اشخاص بقيم ثانيه اقل اصلا مستحيل لانه صفر وممنوع نطبعه، بس لو كان مثلا قيمه هاي 2 وعندي كمان شخص له قيمه 1 فما راح اطبعه لان انا صرت طابع اكثر من ثلاث اشخاص. التري الثالثه هي اسم 1 فيليب 5 وما في عندي اي اشخاص ثانيين لهم قيمه اكبر من صفر فطبعت اسم 1. نعمل سبميت. اكسبتد. كان معكم عبد المجيد ابو طالب. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.